لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى حكمته وتسار كل شيء لكبريائه. اللهم كنا في أحب الساعات إليك يا ودود. اللهم بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه أوليائك الكرام أن لا تدع لنا في مجلسنا ومقامنا ومسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واقضي ديوننا وفرج كروبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وأمن بعمر شيخنا سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني وبعمرنا لإدراك عصر صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
arkadakiler görüyor şimdi. Arkadakiler görüyorlar. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed Fatiha Fatiha Kapat pencereyi tamam. Kapat pencereyi tamam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما
أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله تعالى الفاتح.